امبارح وانا بتمشى في شوارع المحروسه في حاله من حالات البهجه، حاله من حالات الفرحه. الكل ماشي في الشوارع مبتسم، وكل بيستعد ويتاهب لاستقبال عيد الفطر المبارك. ربنا يا رب يجعله كده عيد سعيد على كل المصريين وكل بيت موجود في مصر، ونبقى دايما كده في وحده وفي لحمه كده ما بيننا وما بين بعض. وده اللي بيخلينا نسأل سؤال: إيه هي ذكرياتك مع ليلة العيد؟ لأن أعتقد من شخص للتاني في ذكريات وفي تفاصيل. إيه ذكرياتك يا بسمة؟ أنا هتكلم على الطفولة أكتر وأنا صغيرة شوية. أنا معاكي والله، أنا كنت عايز أقولك إن كل مرحلة ليها متطلباتها. أيوة، في نضج بيحصل مع الوقت. قولي لي طفولتك الأول. أنا هبتدي معاك من زمان، نرجع من الأول. أنا قاعد معاكي ما عنديش مشكلة. نرجع قصة من الأول. الحقيقة أنا من الناس اللي بحب العيد قوي قوي، لأنه أنا يعني كنت انا بعرف اخليه حاجه مختلفه كده، يعني متهيألي كل الناس يعني. صحيح. مش انا بس انا كنت يعني شقيه شويه وانا صغيره، فكنت بطبق مش بنام. فكان يوم الوقفه ده بالنسبه لي خلاص، اول ما يقولوا خلاص استطلاع الهلال والنهارده متمم رمضان، اول حاجه بعملها خلاص بقرر ان انا مش هنام بالليل، هفضل سهرانه عشان خاطر اعرف اصلي صلاه العيد وما تروحش عليا نومه، واتاكد ان انا اهلي هياخدوني معاهم وهم نازلين يصلوا وما تروحش عليا نومه، افضل سهرانه طول الليل. طبعا لو اهلي هيخلوني انزل اقعد مع صحابي شويه كان بها، لا خلاص هفضل قاعده بتفرج على التلفزيون لغايه ما الساعه تيجي 5:00 وابتدي انزل مع امي ونبتدي نصلي مع بعض صلاه العيد. ومن بعد صلاه العيد زي اي طفله مصريه اصيله ببقى عندي كده محوشه من العيديه بتاعتي فلوس عشان اجيب بيها بومب وصواريخ وانزل افرقع بومب وصواريخ مع صحابي في الشارع. بعد كده بقى يعني طبعا خلاص بيغمى عليا من كتر التعب من كتر الفرهده، وابتدي اطلع انام ساعتين، وبعد كده بننزل نروح عند جدتي نقعد معاها شويه، ابتدي اجمع العيديه بقى من العيله واشوف مين اللي هيديني عيديه واقعد جنبه شوف مين اللي هيبتدي يديني فلوس. فركت عمو ده بيديني عيديه فاروح اسلم عليه واقعد جنبه. ببتدي اقعد يعني خلاص كل الاطفال في العيله بيبتدوا ياخدوا العيديه بتاعتهم، واشوف بقى يعني هعمل ايه بقى بالفلوس دي. بالليل لو روحنا البيت ممكن انزل اقعد مع صحابي شويه، او يعني ابتدي بقى افكر ايه اللبس اللي انا هشتريه بالعيديه او الحاجات دي كلها. فتره الشباب شويه طبعا ليها حاجه مختلفه، يعني لسه شباب يا بسنت ما تقوليش كده، يعني كده والله كبرنا بقى. ففتره ان انت بقى بتطبق دي ما بقاش في الكلام ده، بتنام طبعا ساعات كثيره بتخاف ان انت تروح عليك نومه، فبتظبط كل المنبهات اللي موجوده عندك على الموبايل عشان تصحى تصلي. وفعلا بقت كمان من الحاجات الجميله قوي اللي بقيت احب اعملها ان انا وانا رايحه المسجد باخد معايا بلالين للاطفال اللي هناك. حلوة. بحب ان انا اعمل الحركه دي، وفي الحقيقه معظم المساجد النهارده بقى فيها كده، يعني بقى فيها الناس بتوزع على الاطفال الحلويات والبالونات والحاجات دي. وطبعا بنصلي بقى كده برجع انام تاني، بعد كده بروح بقى ازور جدتي وصله الرحم، بس دلوقتي ما بقتش اخد هديه خلاص بقى. لا ما هو انا قلت لك كبرنا. انا الموضوع عندي بالنسبه لي، انا لو هقول لك ذكرياتي مع لا يعني بس انا باخد هديه من بابايا جوزي كده بصراحه، يعني بس مسلمات يعني ما ينفعش انت هتسيبيهم لو ده ما حصلش، ده يبقى الموضوع فلوس يعني كتير اللي بتاعت زمان دي. لا انا بالنسبه لي لو سالتيني عن ذكرياتي بس انت مع ليله العيد، هقول لك الموضوع قد يكون متشابه بحاجات كتيره جدا معاكي في قواسم مشتركه، لكن في مرحلة كده انتقلت من فكرة اللي أنا بدل ما كنت باخد هدية بقيت أدي هدية. فهو ده الموضوع اللي هو يعني ليت الزمان يعود يوما، عارفة. طب يعني كنت بتفرع بومب وصواريخ برضو؟ ده مرحلة كلنا. لا وكنت أنا من الأطفال الأشقية اللي بتحب عارفة اللي هو إيه، يضايقوا الناس بالبومب والصواريخ مش كمان. لا بس وأنا فكرة بس ما حبيتش أقول. لا 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 ما أنا صريح بقى خلاص، هي الموضوع ذكريات بقى وربنا يعني أسرة خلاص. أه بالظبط، ربنا يستر علينا يعني. لا كنت حقيقة كنت بحب اللي أنا فعلا كنا أطفال. فأي طفل بيبقى عنده شغف فكرة اللي هو بيستلذ وفكرة مبسوط وهو شايف اللي هو ازاي بيضايق اللي قدامه. أنا كنت طفل رخم مش هكذب عليكي فدي حقيقة. لكن لو هتكلم على ذكرياتي بقى مع ليلة العيد وتفاصيلها، أنت وأنت بتحكي كده بس أنت رجعتي لي فكرة رونق لبس العيد. أيوه
حلاوه لبس العيد وانت تجيبي لبس العيد. انا كنت عارفه بيجامه العيد والله فلاش باك كده حصل بيجامه العيد كوتش العيد أيوه. فبقى لبس العيد كله. انت كنت غني بقى لا, لا 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 كنت الموضوع كان كبير بالنسبه لي. لا وكنت باخد اللبس ده في حضني وانا نايم يعني كنت بحطه جنبي على المخده والله مش بهزر يعني انت وانت بتحكي كده فكرتيني ان انا ايه ده انا في وقت من الاوقات كنت باخد لبس العيد ده واحطه جنبي من كتر السعاده. هو اسمه عيد كلمة مشتقة من السعادة من البهجة فافرحوا ابتسموا خلوا يومكم اليوم ده تحديدا يكون يوم كله سعادة كله بهجة كله أمل كله دعوة لنشر الخير ما بينك وما بين كل الأشخاص اللي حواليك. يمكن بس أنت اتكلمت في حاجة مهمة جدا رايحة ومعها بلالين لما كبرت. كلنا خلونا نعمل ده. بلاش يا سيدي يكون معاك بلالين وهي وإن كانت البالونة يعني علبة بسكوت كده مش غالية يعني ونروح بالزبط. إيه ندي الاطفال اللي هناك هينبسطوا. الكيس كله بكام؟ الكيس كله ب 20 جنيه كيس البلالين. هي بس النفس 50 بس جنيه يعني مش هيجيب مش اعتقد مش رقم ما تنفخيهاش. ادي لكل طفل وانت ماشي كده ادي له بالونه. اقول لك بلاش لو جبت الكيس اللي هو بتاع البومبوني ده او الـ أيوه. بالظبط كيس البومبوني ده لو انت جبته واديت لكل طفل موجود حواليك ما تعرفوش تعرفه او ما تعرفوش الحاجات الحلوه دي هتلاقي نفسك دون ان تشعر يعني اسعدت كتير قوي من الناس حببتهم حتى كمان في صلاه العيد وهم رايحين يصلوا. ايه ده في ناس بتنشر بهجه بتنشر خير بتنشر سلام بتنشر محبه ما بينهم وبين بعض بحاجات بسيطه قوي. تبسمك في وجه اخيك صدقه. انا اعتقد اكبر صدقه نقدر اللي احنا نعملها كلنا في ليله العيد دي او في يوم صلاه العيد الصبح تحديدا فجرا اللي احنا نوزع حاجات من دي. تمن هيكون زهيد جدا لكن هتكون مبهجه بشكل كبير. لان برضو من وانت بتتكلمي انا افتكرت كان في وقت من الاوقات كنت بصلي العيد في مسجد مصطفى محمود وكان منتشر جدا مسجد مصطفى محمود. انت بس انا عاوزك بس انت ايه انزلي كده في اي وقت هتلاقي الالوان المبهجه اللي موجوده هناك بلالين بقى لبس عيد تيشرتات جديده مش عارف ايه الوان مبهجه مع الخضره اللي موجوده في المسطحات الخضره الكبيره. لا الموضوع مبهج حقيقي. بس احنا نسينا حاجه مهمه قوي إيه. اول كوبايه شاي او قهوه على الصبح كده يوم العيد انت لازم تكسري الصيام قبل ما تنزلي اصلا 6 الصبح ايه ده 4 الفجر ولا 3 بقى 5 الفجر الصبح كده يعني. لا اول ما تخلص صلاه وتدخل تنام عادي بعدها مفيش مشكله. لا انا عندي والدي عندي بقى من الطقوس برضو بتاعتي انا والدي لازم ان انت قبل ما تنزل تصلي هو ايه اللي هيميز بقى العيد عن بقيه ايام رمضان. افطر الاول قبل ما تنزل او اكسر حتى يعني صيامك يعني افطر ايوه غير ريقك كده يعني وانزل. لا انا بحب كده في الشمس وهي طالعه اروح شربالي اول كوبايه نسكافيه مع بسكوتنا شادر وابقى كده تمام عيد. قديمه انت برضه يا بسنت من زمان قوي شادر ده مش اي حد يعرف عظمه البسكوت النشادر ربنا يديك الصحه. يعني زميلنا شاذلي كان بيقول ان انا عندي 37 سنه كبيره قوي يعني. لا لا بعد الشر عليكي مفيش كلام. انا اللي 37 دي حقيقه يعني فالموضوع لا زي ما بقول لك كده فعلا. كمان من بين من ضمن الطقوس اللي موجوده عند الغالبيه العظمى من المصريين مش هقول انا بس اللي انا تذكرتها كده معاكي واحنا بنتكلم فكره اللي احنا كنا لازم العيد اول حاجه نعملها احنا قرايبي كلهم ساكنين جنب بعض فكان عندي عمه الله يرحمها يعني ربنا يرحمها توفت بقى لها بنتكلم في 4 أو 5 سنين دلوقتي كانت عمتي دي هي ما بتخلفش فكان دايما والدي حريص اللي احنا اول يوم العيد نروح بعد ما نصلي العيد نطلع لعمتي دي علشان نقول لها كل سنه وانت طيبه طبعا واخد منها العيديه انا كان يعني كل شخص كان رايح وفي نفسه غرض اخر دايما بيتقال كده يعني لكن كنا حريصين على زياره عمتي دي. يمكن النهارده الوضع لما كبرنا شويه زي ما انت قلتي بقى اغلب الامور اللي احنا نوم اكتر العيد راحه. انا شخص أيوة بطبيعه صح. الحال حتى وانا صغير ما كنتش بحب ان انا اخرج في العيد لان انا بالنسبه لي خروجات العيد هي خروجات مفرهده خروجات زحمه انا ما بحبش الزحمه. لا ما انا مش سينما بقى وكده بس يعني خروجات اللي هي ايه يعني تحت حوالين البيت كده بس لازم ابقى في الشارع في النطاق اللي هو اللي حواليكي ما بخرجش بقى لشوارع القاهره الكبرى المزدحمه اللي بتبقى فيها اطفال جايين او وافدين من المحافظات الاخرى للقاهره يمكن بنعاني في الوقت بس في ناس خلي بالك بتحب ان هي تروح مثلا جناين تنبسط بطريقه مختلفه. الملاهي دي حاجه مقدسه عند ناس معينه
على كل حال دي كانت ذكرياتي انا وعبد الصمد. يا ترى بقى ذكريات حضراتكم ايه مع ليله العيد؟ كل واحد فينا عنده كده حاجه مختلفه بتفكروا بالليله الجميله دي. ثلاث ايام العيد بنقضيهم بشكل مختلف، بنبقى اجازه ومبسوطين، واللي سافر، اللي قعد، اللي خرج، اللي قعد في البيت يتفرج على التلفزيون، سواء كان اي حاجه من دي عملتوها او كنتوا بتعملوها زمان، احنا حابين نعرفها. هنستعرض اجابات حضراتكم لسؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، وهنشوف وندردش مع بعض ونفتكر كده ايام زمان. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، وبنصبح على حضراتكم. يعني والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام دي حقيقه، وهي كده يعني سنه الحياه، دايما الايام الحلوه بتعدي وبتجري بسرعه، ونقول وداعا ايها الشهر الكريم، والى لقاء قريب اكيد. يعني خلونا دلوقتي زي ما احنا متعودين نروح ونصبح على زميلتنا لمياء حمدين، ونعرف منها اخر اخبار المرور. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا احمد. قبل اخبار المرور عاوزين نعرف ذكرياتك مع العيد يا لمياء. خليني اصبح الاول كمان على باسانت. صباح الخير عليك يا لمياء. وانتم طيبين وكل الناس طيبه يا رب. انا ذكرياتي برضو هجيبها لكم من ايام الطفوله. مش عارفه احنا ليه ما بقيناش عارفين نعمل ذكريات حلوه زي زمان. صحيح، ماشي يعني وقت قوي للاسف، يمكن ممكن سرعه الحياه بقت خلتنا مش عارفين نعمل ذكريات حلوه زي زمان. لكن انا علشان كنت في بيت عيله، كانت جدتي شخصيتها كده قويه ومسيطره وفي نفس الوقت مبهجه. كان لازم اليوم اللي بيتم فيه اعلان العيد امتى تجمعنا احنا احفادها ونغني الاغنيه بتاعه لسه بدري يا شهر الصيام، كانت شغاله حالا نغنيها، لازم نغنيها معاها. ده كان قبلها بيوم. يوم الوقفه ده بقى بيبقى يوم عظيم، بقى يوم الكحك والبسكوت والقريبه، وقرايبي كلهم يتجمعوا عندنا ويبتدوا يعملوا بقى الكحك، وريحته ممكن تجيب الجيران، انتوا بتعملوا ايه، انا هاجي اساعد معاكم او هاجي اعمل معاكم انا كمان. وكانت في شخصيه كده مسيطره على القعده، وهي اللي بتضحك الناس كلها ولطيفه قوي، كانت اسمها مريمون انا فاكراها. الله يرحمها. كانت هي تيجي، يعني دي اكتر واحده مبهجه شفتها في حياتي في القعدات اللي زي دي، كانت لازم تكون حاضره بروحها كده وتفرفش القعده. والغدا طبعا كل الناس دي هتتغدى عندنا يوم الوقفه، وبعدين اجهز بقى للبيجامه بتاعه العيد والعروسه اللي ماما بتجيبها لي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا لميا. وانت طيبه يا فسانت، وصباح الخير عليكم مشاهدينا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وخلونا نبدا جولتنا من القاهره، وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه متقطعه لا تؤثر على معدل الحركه. لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمره. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مروريه. اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه. خلونا نكمل جولتنا في شوارع الجيزه، ونبدا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه، والكثافات بتزيد طبعا مع ساعات الذروه الصباحيه. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه. وفي كثافات المتجه لكوبري الجيزه المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانيه في شارع السودان لحد جامعه القاهره وميدان النهضه ولحد ما نوصل لمناطق بولاق وامبابه. اما محور صفت في كثافات مروريه بتزيد في الاتجاه لجامعه القاهره. تعالوا نروح دلوقتي محافظه الاسكندريه، وفي كثافات بسيطه عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوته عند الاشارات بطول الكورنيش. اما باقي الشوارع الجانبيه فيها سيوله مروريه نسبيه. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مروريه عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه لكنها متحركه. هنكمل جولتنا المروريه ونروح لحد اسوان، ونبدا من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقه المسله اللي بيشهد فيها سيوله مروريه، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مروريه انما بسيطه لحد ما نوصل لمحطه القطر اللي بيشهد حواليها الطريق كثافات مروريه. كمان في كثافات مروريه في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المروريه. خلصنا جولتنا المروريه، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره على كافه الانحاء، والطقس هيكون طقس مائل للبروده الصبح بدري ومائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على اغلب الانحاء. كمان في فرص لامطار خفيفه على السواحل الشماليه الشرقيه وشمال سيناء، وكمان في امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على فترات متقطعه على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر.
درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 27 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في قنا 38 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 20 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعاده خلونا الاول نبدا باهم الاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها اجتماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعه الوزاريه الاقتصاديه وتوجيهات سيادته بمواصله الجهود المكثفه لاحتواء تداعيات الازمه العالميه على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين. ويمكن بنتكلم على خلاص قرب حلول عيد الفطر المبارك، علشان كده امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك. كمان مجلس الوزراء كان فيه أخبار يعني بتتداول أو أخبار خرجت من مجلس الوزراء بتقول إن شركة العاصمة الإدارية سددت 2 مليار جنيه للمالية تحت حساب ضرائب عام 2023. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتوجيهات سيادته بمواصلة الجهود المكثفة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين. كمان وجه الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي مع تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وده في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي اللي بتنتهجه الدولة والحرص على تذليل العقبات اللي بتواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء. امبارح حنق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي برقيته بهذه المناسبة عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي ملفات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشار إلى الأهمية الكبيرة اللي بتوليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص، مع الحرص على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة زي تجربة المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل المصرية الدولية وغيرها، وده من خلال التعاون مع القطاع الخاص. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وده لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اللقاء تم التأكيد على أن الشركة قامت بسداد 2 مليار جنيه لوزارة المالية تحت حساب الضرائب. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير مفصل عن أداء وزارة الثقافة والأنشطة والفعاليات الثقافية اللي نظمتها خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2023، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، وكمان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة واللي بتفيد بصرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن الرسائل دي مزيفة وليس لها أساس من الصحة، وأكد على إنه أي منح أو مساعدات بتقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدود الدخل بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر منصتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة المحافظات علشان نعرف أخبار محافظات الجمهورية المختلفة والموضوعات وما حدث بالأمس في محافظات الجمهورية، اللي منها توفير 54 ألف فرصة عمل للشباب ضمن مبادرة مشروعك في محافظة الشرقية، وكمان بدء التشغيل التجريبي لنفق السد العالي في أسوان.
خلينا نروح لمحافظة المنوفية اللي امبارح تم فيها توزيع ملابس جديدة بثمن قرى بمناسبة عيد الفطر وحصاد 8000 فدان قمح وتوريد 11000 طن للشوان والصوانمع وده في محافظة الوادي الجديد. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الشرقية اللي تم فيها توفير 54852 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك، واللي قدم تمويل لمشروعات الشباب بقيمة 3 مليار و20 مليون جنيه. في أسوان تم بدء التشغيل التجريبي لنفق السد العالي شرق المحافظة، وتم الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة. في الوادي الجديد تم بدء حصاد محصول القمح في الأسبوع الأول بعد اكتمال النضج في بعض مزارع المحافظة، وخلال الأسبوع تم حصاد 8000 فدان من إجمالي 435000 فدان منزرعة بالأقماح في نطاق المحافظة، وتم توريد 11000 طن من محصول القمح خارج المحافظة، وحيث تسع صومعة مدينة الخارجة 45000 فدان، وصومعة شرق العوينات تسع 60000 طن من الأقماح. في المنوفية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض ملابس في مركز أشمون بمناسبة عيد الفطر المبارك. تضمن المعرض توزيع 2258 قطعة ملابس جديدة على غير القادرين بثمن قرى بالمحافظة. في الغربية بدأت المحافظة في رصف محور ترعة طنطا الملاحية بطول 3 كيلو متر وعرض 8 متر، وبيعتبر أحد أهم المحاور المرورية اللي بتقوم المحافظة برفع كفاءتها علشان يكون بديل سريع للوصول للطريق الزراعي المتجه للقاهرة. في شمال سيناء سلمت مديرية الأوقاف 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء. في الإسماعيلية انطلقت فعاليات بداية حصاد القمح في مركز فايد وسط فرحة كبيرة من المزارعين، ورفعت المحافظة شعار توريد القمح واجب وطني. في الأقصر شهدت المحافظة تحليق 35 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 700 سائح من حول العالم، وده وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية اللي بتتوافد على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس في تلك الأيام. احكي لنا ذكرياتك مع ليلة العيد، يمكن ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، سألنا حضراتكم عشان مهتمين نعرف كده ايه اللي كنتوا بتعملوه في العيد. وخلونا نبتدي باستاذة فريدة. أستاذة فريدة محمد بتقول: صباح الخير، أنا العيد ده مختلف بالنسبة لي لأنه هيكون في الشغل، لأني بشتغل في البحر بعيد عن البيت، بس بقول لأهلي وليكم كل سنة وأنتم بصحة وسلامة. فريدة احنا مهتمين نعرف أنت بتشتغلي إيه؟ هل أنت قبطان؟ بتشتغلي في البترول؟ بتعملي إيه بالظبط عشان تبقي في البحر بعيد وكل سنة وأنت طيبة؟ أنا عاوز أقول لها إن العيد يعني مش مختلف بالنسبة لها لأن احنا الحل من بعضه، يعني احنا زيها شغالين، احنا جايين احنا متضامنين معاك يا أستاذة فريدة، يعني كل سنة وأنت طيبة يا رب. كل سنة وأنت طيبة. طيب في كمان أستاذة عبير سالم الغريب بتقول: صباح الخير من بلد السحر والجمال، من بلد القنال، عروس القنال الإسماعيلية، على أجمل مذيعين، كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب، ربنا يجعله عيد مبارك علينا جميعا وعليكم. أيام العيد وأنا صغيرة كنت بنام ولبس العيد في حضني، وبصحى الصبح ألبس وانزل جري على عمامي أخذ العيدية ونلعب في شوارع عين شمس قبل ما انتقل للإسماعيلية، لكن دلوقتي بقى خلاص كبرنا بس برضو باخد العيدية من أمي ربنا يخليها لي، وعيد مبارك عليكم وعلينا، يعني ربنا يبارك لك فيها يا رب وكل سنة وهي طيبة وسلمنا عليها، وحاولوا تفتكرينا بالعيدية منها برضو. يعني أستاذ رمضان عبد الناصر بيقول: ذكرياتي مع العيد ياه أحلى وأجمل ذكريات، طبعا مش فاكر منها حاجة غير لبس العيد، المهم إحنا كبرنا على لبس العيد، عايزين نلبس دبل بقى، ادعولنا هو وإتش يعني اتش ده سين هدير. ده تقريبا اتش ده سين تقريبا. يا رب ربنا يكرمكم يا رب، وان شاء الله العيد الجاي تبقوا متجوزين مش بس مخطوبين. في استاذ اسلام اس صلاح بيقول: صباح اللي بتغني، مش فاكر اخر مره انا صليت العيد فين بصراحه، يعني ليه كده يا سؤال؟ ليه الموضوع؟ يعني اكيد في حاجه حلوه دايما بنفتكرها، وشريط الذكريات الحلوه تحديدا دايما في ساعه صفا كده بنفتكر، فاقعد ساعه صفا كده
وقول لنا ايه الحلو اللي كنت بتقضيه في العيد. استاذ ثروت عدلي بيقول صباح الخير عليكم، ذكرياتي مع العيد كانت امي الله يرحمها تلمنا انا واخواتي نسهر للصبح بعد وفاتها، للاسف اتفرقنا ومحدش فاضي لحد وراحت اللمه الحلوه. الله يرحمك يا امي، الله يرحمها. لكن انت ممكن انت تجمع بقى اخواتك، يعني تعمل كده اكله رنجه حلوه كده اول يوم العيد، وتجمع اخواتك يجوا يتغدوا معاك، وتعيد انت تاني الذكريات مره تانية. ربنا يرحمها يا رب. يا رب اللهم امين. يعني اكيد لسه هنستعرض مجموعه اخرى من التعليقات، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقيه كلامنا في صباح الخير يا مصر المستمره حتى العاشره صباحا، انتظرونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون طقس مائل البرودة الصبح بدري ومائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء. كمان في أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، وكل سنه وانت طيبه. وطمنينا عن حاله الطقس النهارده وخلال ايام العيد كمان، هنكون عايشين في حاله انخفاض في درجات الحراره ولا استقرار؟ طبعا كل سنه حضراتكم طيبين وبخير وكل المصريين بخير يا رب. عيد سعيد على الجميع ان شاء الله. احنا بنشهد خلال يوم وعلى مدار الايام القادمه انخفاض في درجات الحراره، تعود درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها مثل هذا الوقت من العام. يمكن الايام الماضيه كان في ارتفاعات ملحوظه كمان في درجات الحراره، وخاصه الثلاثاء الماضي، وحصل انكسار لموجه ارتفاع في درجات الحراره بالامس، وانخفض درجات الحراره انخفاض طفيف. اليوم هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره العظمى اليوم على القاهرة الكبرى. خلال فترة النهار متوقع أن هي تكون 27 درجة مئوية، وده بسبب الكتل الهوائية الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان لامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، هيساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، واللي هيساعد بشكل كبير أيضا على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. أجواء فترة اليوم وعلى مدار الـ 72 ساعة القادمة، يعني الخميس والجمعة والسبت، متوسط درجات الحرارة ما بين 26 ل 28 درجة مئوية، يعني الأجواء تكون أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء ورباعية أيضا على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. هتبقى الأجواء حارة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات النهار، لان المناطق الجنوبيه هي لسه درجات الحراره عليها مرتفعه بشكل كبير. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. الصغرى فتره الليل على القاهره الكبرى هتوصل ل 15 و16 درجه مئويه، ويمكن الانخفاض ده هيشمل اغلب محافظات شمال البلاد، وخاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر هنحس بالاجواء المائله للبروده في اغلب المحافظات. خاصة كمان ان هيكون في نشاط للرياح، سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعة في اغلب محافظات شمال البلاد. نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحرارة، خاصة فترة المساء وساعات الليل. كمان اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم، لكن مجملها امطار خفيفه غير مؤثره تماما ان شاء الله على اي اعمال انشطه يوميه. توقع خلال الايام القادمه استمرار هذه الاجواء والاجواء الربيعيه المعتدله، ويكون استقرار في الاحوال الجويه، هيكون في تكون لشبوره مائيه
فتره الصباح الباكر من غدا الجمعه ان شاء الله، الشبوره المائيه دي تتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مجمل الظواهر الجويه هتكون موجوده معانا خلال فتره الاجازه وفتره العيد، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، لكن مهم ناخد بالنا من فرق درجات الحراره وخاصه فترات الليل، لان مفيش مشكله تماما في فتره النهار نقدر نخفف الملابس لان الاجواء تكون اجواء ربيعيه مستقره تماما. فترات الليل هنحس فيها بالبروده، فمهم جدا لو احنا هنخرج فتره الليل او فتره الصباح الباكر لازم نصطحب معانا الجاكيت، يكون جاكيت خفيف عشان هنحس بالبروده، لما نحس بالبروده نستزيد. مهم كمان تكون القياده بهدوء تام على اغلب طرق فتره الصباح الباكر اثناء تكون الشبوره المائيه، وان شاء الله الاجازه والاجواء خلال فتره الاجازه اجواء مستقره تسمح ان احنا نستمتع بالاجازه ان شاء الله. نشكرك منى، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 27 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 27 15، اسكندريه 22 14، العلمين الجديده 22 14، مطروح 20 15، دمياط 22 14، بورسعيد 20 15، الاسماعيليه 25 16. نروح للسويس العظمى فيها 25 والصغرى 16، العريش 22 14، كاترين 22 9، طابة 27 17، شلاتين 35 20، شرم الشيخ 31 12، الغردقة 32 22. الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 15، بني سويف 27 14، الوادي الجديد 34 18، أسيوط 29 16، سوهاج 30 17، قنا 38 19، الأقصر 36 19، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 20. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان كانت توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لأحمد وفسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمى، والشكر موصول طبعا للدكتورة منار غانم. شكرا. في التقرير الجاي هنشوف مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 26 من الدوري المصري ولقاءات الإياب من دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء هتستطلع هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية مع تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، وهيتم إعلان نتيجة الرؤية بعد المغرب بنص ساعة تقريباً، وهتكون متاحة من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، هيلتقي سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري الساعة 9:15 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي المصري مع الإسماعيلي. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار لقاءات الإياب من دور الثمانية من الدوري الأوروبي، هيلتقي فانورد الهولندي مع روما الإيطالي الساعة 9:00 بالليل، وفي نفس الوقت هيلتقي كل من يوفنتوس الإيطالي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي مع إشبيلية الأسباني، وليفركوزن الألماني مع سانت خلويزي البلجيكي. خلونا دلوقتي نروح للميا مرة تانية ونعرف منها آخر الأخبار الفنية فيما يخص تحديداً بمسلسلات رمضان. أعتقد الصورة بدأت تتضح في بعض المسلسلات يا لميا. هي اتضحت من بدري قوي، خصوصاً في مسلسلات خلاص خلصت كانت 15 حلقة، وفي مسلسلات تانية بدأت. خلينا نكمل ونشوف آخر الأخبار. بصبح عليكم مشاهدينا وأهلاً بيكم مرة تانية في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. خد الشبوة الصغيرة يا ياسين. بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا. يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما دازها جدعة. إيه اللي ده مكاني دلوقتي؟ أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس.
يا بيه فين اللي بتخلي معاه؟ ايه موسم البطل ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة في سابق الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة اهو مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ ونبدأ نشرتنا الفنية مع الفنان دياب اللي اتكلم عن مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وقال مسلسل معمول دراميا حلو وفنيا حلو والصورة محترمة وإخراج علي أو الإخراج على أعلى مستوى والكتابة كمان عظيمة، وأنا متشرف إن أنا اشتغلت في عمل زي ده وإني اشتغلت مع محمد شاكر خضير، ولو قعدت اتكلم عليه هو مفيش حق مش هيوفي حقه لانه تعب عليه جدا. تصوير المسلسل كان صعب قوي وتصور في 5 محافظات. من ناحيه تانية المخرج محمد سامي اشاد بالفنان احمد فهيم اللي جسد شخصيه سيد اخو الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمده، وقال انا مقتنع جدا باحمد فهيم من بدايته، شارك معايا بدور صغير في مسلسل ادم بطوله تامر حسني ثم دور اخر في مسلسل الاسطوره واسندت له دور كبير في مسلسل ولد الغلابه لاني كنت مقتنع بيه، وفي مسلسل البرنس اسندت له دور بطوله، وفي جعفر العمده اسندت له دور سيد وشايف اننا محظوظين بيه وهيكون له مستقبل عظيم وفي وقت من الاوقات هيقدم اعمال من بطولته. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي كابتن مصر شارك متابعيه بصور من مسلسلات رمضان زي مسلسل الكبير قوي الجزء السابع للفنان احمد مكي، وصوره للفنان محمد رمضان من مسلسل جعفر العمده، ونشر صلاح عبر خاصيه ستوري على حسابه على الانستجرام صور من الحلقه 27 من المسلسلين علشان ياكد متابعته ليهم طول شهر رمضان. المخرج ليث حجو مخرج مسلسل رسالة الإمام قال إنه لسه لحد دلوقتي بيواصل تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي مع الفنان خالد النبوي وعدد كمان من الفنانين المشاركين في العمل، وإنه هيقوم بتصوير مشهد نهاية مسلسل رسالة الإمام النهاردة في المدينة. ليث حجو قال إنه كمان متخوف من تجربة العمل في مصر وكان عنده العديد من المشروعات لكنه كان بيأجلها لأن مسلسل رسالة الإمام واحد من الأعمال المهمة ووراء جهة إنتاجية كبيرة وفرت كل الإمكانيات المطلوبة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية لأحمد وبسام نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا. يعني في الحقيقة زي ما قالت لميا النشرة الفنية، لكن لسه بنتكلم عن الفن وما يحدث في الحلقات 28 من مسلسلات رمضان اللي كانت كلها أحداث مشوقة سواء كانت الأعمال الوطنية أو الاجتماعية والكوميديا، واللي فاتوا حلقات امبارح يتابع معنا ملخص لأهم الأحداث للحلقات 28، وأنا يمكن عاوز أقول إن تحت الوصاية وحرب من الأعمال الدرامية الرائعة يعني. كمان معنا الحلقات 13 المسلسلات اللي بدأت في نص رمضان زي مسلسل تحت الوصاية زي ما أنت قلت، وتعالوا نشوف مع بعض ملخص المسلسلات دي في سياق التقرير اللي جاي. حلقات مسلسلات رمضان امبارح شهدت أحداث مشوقة، البداية مع الحلقة 8 من مسلسل حرب، الإرهابي عثمان بيقرر تنفيذ عمليات إرهابية صغيرة وتصويرها وعرضها على رجال الأعمال الإرهابيين علشان يحصل على تمويل للعملية الكبيرة اللي بيحضر لها. بتتواصل الأحداث والرائد عمر بيزور منزل مروة أرملة التكفيري فريد واللي اتجوزت الإرهابي عثمان وبيتفاجئ إنها ملفوفة بحزام ناسف. في مسلسل ضرب نار الحلقة 28 صفاء بتروح لبيت سحر أو مها نصار وبتقول لها إنها لازم تنقذ صديقتها مهرة أو ياسمين عبد العزيز من إيد زيدان بعد ما حبسها في الفيلا بتاعته، وبتنصحها إنها تبلغ جابر أو أحمد العوضي باللي حصل، وبالفعل بتروح لجابر وبتحكي له عن الموضوع. جابر بيجري على الفيلا وبيدخل في صراع مع رجالة زيدان وفي الآخر بينجح في إنه ينقذ مهرة. أنت بخير؟ بخير. بعد في الحلقة 28 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم، أمر عبد الجبار أو جمال سليمان رجالته بأنه يأجروا شخص غريب علشان يطلق الرصاص على نادرة وهي جاية تشوف ابنها. بالفعل وقف الشخص وأطلق عليها الرصاص لكن ما أصابهاش، رجعت بسرعة هي وحسن أبو عصاية للمنزل وهم في حالة ذعر. Thank you.
بدأت الحلقة 29 من مسلسل سر الباتع بقتل الفرنسيين لحامد، وكمان قتلوا معاه ناجي، وكان في حزن جديد بين أهالي القرية على الوقعة دي، وبنوا مقام باسم مقام السلطان حامد. ليه يا ناجي؟ ليه يا ولد؟ ليه إنك سلمنا على أمري وصافي؟ أحلى موت أن نموت معاك يا أخويا. في الحلقة 13 من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، حنان سافرت اسكندرية عشان تأدي واجب العزاء في جد ولادها، لكن صالح استقبلها بشكل غاضب، وكمان والدته عفاف رشاد طردتها من العزاء. اقسم بالله ما كنت عارف انه تعبان. انت هتكدبي؟ انت هتكدبي والقرآن شغال كده؟ ما اختك كانت عارفة كل حاجة. احنا غلطانين ان احنا جينا. يلا حنان. ايوه غلطانين، امشي انت وهي وما تجوش البيت ده هنا تاني. انا مش عايزه اشوف وشكوا خالص. امشي منك لله يا حنان، منك لله، منك لله يا غيبه. بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل رسالة الإمام بمتابعة الإمام لتدوين كتبه وتجلدها، ودي الفكرة اللي كان بيحلم بيها علشان يضمن نقل العلم للأجيال القادمة والانتفاع بيه. كمان الحلقة شهدت قيام عقيل بقيادة مجموعة من الرجال لمنع الشافعي وتلاميذه من دخول المسجد لخلافه مع الإمام مالك. عقيل خلينا ندخل، ده بيت ربنا. من تكونون حتى تمنعوا الناس من دخول المسجد؟ وما هي حجتكم؟ خلاف في العلم لم تتفقهوا فيه بعد؟ لن تفيدك فصاحة اللسان هنا، لن تدخل. أحداث الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة شهدت قيام جعفر العمدة أو محمد رمضان بتصوير جريمة قتل دلال أو إيمان العاصي لبلال شامة بالفيديو من خلال كاميرات المراقبة في مزرعته، وده كان في حضور شوقي وكارم فتح الله، وبعد اعترافها قصادهم بأنها ورا كل اللي حدث لابن جعفر العمدة. أهي بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير قوي بتصوير أحمد مكي ومحمد سلام فيلم أكشن من إخراج أحمد الجندي، وبعد التصوير بيتحدث سلام مع مكي إنه مضى عقد فيلم جديد ومش عايز يشارك فيه، وبيتم تهديده بدفع المقدم اللي حصل عليه لو ما شاركش في الفيلم. وفي وسط الكلام بتيجي رسالة على موبايل أحمد مكي بإلغاء مهرجان المزاريطة. أحسن أحسن عنه ما تعمل. إيه في إيه؟ دلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحاً، معنا ميا حمدين، تفضل إلى. شكراً لك أحمد. التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز والأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين. وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي وتحسين بيئة الاستثمار. هذا وشهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد الوطني، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وتوقع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل. كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن زعيمين تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه سيعقد اليوم اجتماعا عن بعد مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مصطفى كيه والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل وذلك لبحث الوضع في السودان وضرورة وقف الحرب الدائرة بالبلاد. وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال أبو الغيط أن ذلك يأتي في إطار عمل دولي إقليمي منسق لإيصال رسائل واضحة بضرورة وقف الحرب الدائرة في السودان فورا. كما بحث أبو الغيط هاتفيا مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الأزمة في السودان بخاصة الوضع الإنساني الخطير جراء الاشتباكات الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية بذل جهد مشترك للمطالبة بوقف إطلاق نار مستدام وفعال لضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين. أعلنت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر للجمهورية اليمنية إثر حادث التدافع المأساوي الذي شهدته مدينة صنعاء مخلفا المئات من الضحايا والمصابين. ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشددا على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب اليمن الشقيق في هذا الظرف الأليم. تنظم جمعية رسالة للعمل الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مبادرتها السنوية يوم الكساء، والتي شهدت في شهر رمضان هذا العام توزيع أكثر من 500 ألف قطعة ملابس على الأسر في 48 معرضا للملابس في أكثر من 22 محافظة بمشاركة أكثر من 19,000 متطوع، حيث تنظم الجمعية عددا هائلا من المعارض المجانية ومعارض بأجور رمزية طوال العام، وذلك بهدف توفير ملابس مناسبة لعدد كبير من الأسر ورسم الفرحة والبسمة على وجوههم والمعارض المجانية، وذلك خلال عيد الفطر المبارك. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل قريبا مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار وتشمل قذائف مدفعية. من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بأن حزمة المساعدات الأمنية ستتضمن المزيد من الذخيرة لصواريخ من طراز هيمارس وطلقات المدفعية، بالإضافة إلى الأنظمة المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة ومركبات الدعم اللوجستي ودعم الصيانة. أكد أيضا بلينكين بأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا من شأنها أن تمكن كييف من الاستمرار في الدفاع عن نفسها بشجاعة في مواجهة العملية العسكرية الروسية غير المبررة على حد وصفه، مشددا على مواصلة وقوف بلاده مع أوكرانيا ودعمها لمواجهة الحرب الروسية المستمرة. Spiking food prices for people everywhere. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا نتكلم بقى في الأحداث المشوقة اللي بتحصل في الشهر الكريم. كل الناس مستنية الحلقات الأخيرة من دراما رمضان اللي تابعوها طوال الشهر الكريم. كتير من المشاهدين بيرسموا توقعات للأحداث وبيعملوا لها شارع على فيسبوك، اللي هيحصل في الحلقات الأخيرة نهايتها تبقى عاملة ازاي، وكأننا كلنا بقينا كتاب سيناريو سواء لمسلسلات ال 30 حلقة أو المسلسلات اللي بدأت في النص الثاني من شهر رمضان. ده حقيقة بس أنت يمكن للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يمكن قدمت لنا وجبة درامية متنوعة حقيقي. بنتكلم على أعمال وطنية، بنتكلم على أعمال كوميدية، بنتكلم على أعمال ليها طابع درامي بيناقش قضايا اجتماعية زي تحت الوصاية وغيرها من الأعمال الكتيرة اللي كانت يعني موجودة في هذا الشهر الكريم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. خلونا نتكلم عن تفاصيل هذه المسلسلات من خلال ضيفنا الكريم اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ مصطفى حمدي الناقد الفني، اللي هنتكلم معاه
عن دراما رمضان. ويمكن انت مش غريب يا مصطفى بقى، يعني من اهل البيت زي ما بيقولوا. يعني اهلا بك يا محمد، اهلا بسانتو، سعيد جدا بوجودي معاكم. احنا مبسوطين قوي ان انت معانا يا مصطفى. حابين نتكلم معاك عن يمكن اهم المسلسلات اللي ليها نسبه مشاهده عاليه في الشهر الكريم، وايه هي التوقعات اللي المشاهدين يمكن رسموها لنهايه هذه المسلسلات؟ بالتاكيد يعني العنوان الابرز بالنسبه لدراما رمضان السنه دي، او لو هنتكلم على النجاح الجماهيري، فيكون مسلسل جعفر العمدة اكتر، حقق اكتر نجاح على المستوى الجماهيري وعلى مستوى الشعبيه وحتى على السوشيال ميديا. السر يعني الناس كانت متوقعه، صناع هذا العمل كانوا متوقعين ان هو هيبقى من المسلسلات الشعبويه زي ما بنشوف دلوقتي. بص، هو زي ما انت قلت، الفكره انه مسلسل فيه الخلطه الشعبيه مكتوب بحرفية شديدة جدا فيما يتعلق بفكرة تسلسل الأحداث والتشويق، كل التفاصيل حدوتة بتفاصيلها، سواء اختطاف ابنه، سواء الاكتشاف في الحاجات اللي بتحصل في حياته، سلسلة الأحداث المتتالية. حتى كمان في ميزة مهمة جدا في المسلسل، هو قدرة المخرج محمد سامي انه الأدوار التانية في المسلسل او الفنانين اللي بيلعبوا أدوار تانية في المسلسل بجانب محمد رمضان مقدمهم بشكل كويس، واخدين مساحات حلوة، في قدرة تمثيلية حلوة جدا. يعني زي ما بقول كده ان في مشاهد كتير فيها مشاعر وتأثر في المسلسل، واحنا المشاهدين المصريين بطبعنا عندنا الحتة العاطفية اللي نحب اتفرج على الدراما. كمان شايفين النهارده دور مختلف، احنا شايفين دايما إيمان العاصي في دور البنت الكيوت طول عمرها اللذيذة الطيبة، النهارده احنا شايفينها بتمثل حقيقي. طبعا هي ممثلة كبيرة جدا، لكن قادر ان هو يطلع من كل ممثلة، حتى مي كساب، منة فضالي، قادر ان هو يطلع من كل واحدة فيهم يعني شخصية مختلفة. احنا اول مرة نشوف فنانة هالة صدقي يعني بتقدم دور مميز جدا بالدور ده، مع ان ادوارها كلها في الحقيقة كانت يعني طول عمرها مميزة، لكن النهاردة شايفين كل الممثلين بشكل مختلف. ايه تاني غير جعفر العمدة اللي حقق نسبة مشاهدة عالية؟ طبعا في مسلسلات كتير جدا حققت نجاح خلال المسلسلات الموجودة في الخريطة الرمضانية، زي مسلسل رسالة الإمام، بعتبر ان هو عمل حقق نجاح كبير جدا، وفي نفس الوقت بيقدم رسالة مهمة جدا، وهو عودة لتقديم الأعمال الدينية والتاريخية لكن بشكل جديد مختلف. في مسلسلات زي ضرب نار برضو من الأعمال اللي فيها أكشن وحركة، والدويتو بتاع ياسمين والعوضي بقى يعني خلاص بقى ماركة مسجلة عند الجمهور، حقق نجاح برضو. بالطبع يعني لو اتكلمنا حتى على الكوميديا، في النص الأولاني من رمضان أحمد أمين كان عامل مسلسل الصفارة وحقق نجاح كبير قوي في النص الاولاني. والكبير السنه دي مكمل. صحيح، وكان دور صعب على فكره على احمد امين، فكره اللي هو يعمل 15 شخصيه في 15 حلقه، كل حلقه بشخصيه مختلفه. اعتقد ده بيميز الفنان اللي بيعمل يعني هذا النوع تحديدا من الاعمال. بالتاكيد احمد امين ممثل موهوب جدا، وكمان هو عنده قدرات تانية، يعني بيعرف يغني وبيعرف يكتب وبيعرف يلحن، يعني فهو عنده، هو بعتبره فنان شامل. صحيح. فكره تقديم شخصيات مختلفه على مدار 15 حلقه، صحيح فيها جهد كبير جدا، لكن هي بعتبرها انها طريقه او وسيله ذكيه وناجحه جدا في انك تشوق الجمهور وتفضل بتقدم له تنوع وفرايتي مختلف من الاحداث. الكبير يمكن احداثه تطورت بشكل اكتر على من خلال في النص الثاني، يعني في احداث جديده بتحصل وحاجات مختلفه، فبالتالي برضو الكبير انا بعتبر انك تقدم 7 مواسم من عمل فني والناس برضو تتابعه، ده نجاح كبير جدا جدا. صحيح. في اعمال مميزه برضو زي سوق الكانتو، بعتبره هو واحد من الاعمال اللي بتتناول حقبه زمنيه مختلفه، وهو عمل انا بعتقد انه من الاعمال اللي هتاخد حقها اكتر بعد في المشاهده بعد رمضان. لا، الخريطه كان فيها اعمال كتير متنوعه ومميزه السنه. طب انا عايز ارجع معاك لجعفر العمده، لان يعني انا من الناس بتضايق قوي على السوشيال ميديا الحلقه بتتحرق لي، يعني الناس تقعد تكتب كده مش عارفه مين عمل ايه، والنهارده جعفر عرف ان سيف ابنه دلال مش عارفه ايه، فببقى انا لسه ما اتفرجتش على الحلقه بتتحرق لي، وكمان بقى في توقعات وتكهنات من الناس بتسبق الاحداث. هل النهارده يعني ممكن ان هي تكون مختلفه، الاشاعات بتاعت انه الحلقات بتعيد مره ثانيه لما الناس تكتب تكهنات فبيكتبوا الحلقات مره تانية، هل ده حقيقي ولا لا؟ النهايه حتى في وجهه نظرك ممكن تبقى عامله زي من غير ما نحرق قوي يعني للناس. لا، انا اعتقد انه ما حصلش اعاده كتابه حلقات المسلسل، يعني وفقا لمعلوماتي مكتوب كله قبل
قبل تصويره يعني وانتهى تصويره قبل رمضان بفتره. حتى الكلام اللي اتعمل على السوشيال ميديا بتاعت انه عادوا تصوير مشاهد او حاجات، انا بعتقد انه ده على سبيل الدعايه والناس بتهزر مع بعض مش اكتر يعني. ما اظنش ان المسلسل او اي مسلسل حتى بيتعاد كتابه مشاهده على الهوا دلوقتي، يعني الحاجات كلها جاهزه وخلصانه بشكل كبير. اصل اكيد صناع العمل مش قاعدين مستنيين برضو الكومنتس عامله ازاي، فيلا بسرعه نلحق نكتب وننزل الناس ونصور تاني وتاني. تصوير حلقه كامله بمشاهدها بركوراتها بغيره ما ينفعش تحصل فيه. وحتى مشهد يعني محمد سامي خلص المسلسل وسافر يعني، فيعني هو مش موجود في مصر. وعلى ناحيه ثانيه خالص في مسلسلات كانت بتتصور لغايه امبارح يعني، وده الطبيعي يعني. في بعض المسلسلات تصويرها مستمر، نتكلم في مسلسل حرب اعتقد ومسلسل رساله الامام كان تصويره مستمر لغايه امبارح. فهي الفكره انه ممكن بعض المسلسلات، وده متعارف عليه، ان تصويرها بيبقى مستمر لغايه الايام الاخيره في شهر رمضان وفقا لظروف انتاج العمل وتصويره وكده. لكن ما اظنش ان بيحصل تغيير في النهايات، او زي ما بيقولوا انه غير النهايه علشان كذا، لا ما اظنش خالص الموضوع ده. ولو على نهايات الاعمال ده في رهان بين الناس هو ناس بتراهم بعض. هو اعتقد ان نهايه المسلسل يعني اتضحت السياق رايح فين في حلقه امبارح. اهم حاجه السيف يفضل مكمل معانا زي الفل، ما يحصلوش حاجه. هو الحقيقه برضو في نقطه مهمه جدا انا لازم اتكلم فيها بخصوص نهايات الاعمال او النهايات الدرامية في الأعمال اللي بتتسم بالطابع الشعبي. إحنا كنا زمان بنشوف نهايات أعتقد إنها بتقدم رسالة سلبية للمشاهد دايما. اللي حصل دلوقتي إنه حقيقي في حالة من الانضباط الفني، اللي أقدر أقول إنه هو في جزء من الوعي وإنه أبقى عارف الرسالة اللي أنا بقدمها إيه. يعني حتى لو هنتكلم على مسلسل جعفر العمدة، هو في حلقة امبارح اتكلم على فكرة الأضرار الناتجة عن تعدد الزوجات. فدي رسالة بتتقدم للناس. أنت صحيح الناس كانت بتضحك وشايفه الموضوع دمه خفيف على مدار حلقات اللي متجوز اربعه وكده، يعني داريته لسنين وسنين اكيد هيجي يوم وينكشف. لا وكمان فكره ان انت منى فضالي امبارح يمكن اتكلمت عن فكره انا بالزبط. مش عايزه يكون عندي دور في جدول، وان انا بالزبط. عايزه راجل يكون جوزي لوحدي، واتكلمت عن يمكن زي ما انت صحيح. قلت الاضرار فكره ان حد يتجوز اكتر من زوجه او يتجوز اربعه. او في النهايه يعني احنا العمل سواء جعفر عمدة او المسلسلات التانيه، في اللي انا ملاحظه ان الرساله الاجتماعيه والرساله الاخلاقيه طول الوقت هي لاين موجود، مش بتتقال احيانا بشكل مباشر. وده علشان خاطر احنا بنقدم دراما، ما ينفعش نبقى دايما مباشرين مع الناس. في الاول وفي الاخر لكن رمضان نجم كبير قوي، ناس كتيره قوي بتقلده، فاحنا مش هنبقى مبسوطين لما في الاخر نلاقي خالص. وهي التيمه دي حتى اتقدمت قبل كده يعني في مسلسل عائله الحاج متولي. هم مش هيبقوا مبسوطين لما يحصل كده. لا هم مش هيبقوا مبسوطين. تبقوا مبسوطين قوي. خليني اقول لك، طيب يا مصطفى، يمكن برضو من بين المميزات اللي بتحسب للشركه المتحده فكره ان السيناريو بيبقى مكتوب قبل رمضان بالكامل، وبيتم اختيار وانتقاء الشخصيه المناسبه لهذا العمل. فشايف ده ازاي ضاف من القيمه الخاصه بالمسلسلات في رمضان، وعززنا فعلا من مسلسلات رمضان وتسويقها وترويجها. هو حقيقه ده لو حاصل فهو بيبقى وضع فكره او مراحل صناعه العمل في مسارها الصحيح، لانه دايما احنا اي عمل فني بيبدا بين النص والكتابه، ثم اختيار المخرج، ثم بقى تسكين الابطال واختيار ابطال صحيح. العمل. فده السياق الطبيعي والسليم لصناعه اي عمل. كان قبل كده ما كانش ماشي بهذا التسلسل، كان بيبقى انا عندي النجم وبمضي مع النجم، بعد كده هنشوف هيعمل ايه في رمضان اللي جاي. بتحصل على فكره، هي برضو ايه بتحصل طول الوقت، انه انا بقى عندي نجم اقدر ان انا استفيد من شعبيته وموجود. يعني في اسامي اوريدي معروف ان احنا بنبقى عارفين ان هم هيعملوا اعمال فنيه في كل رمضان، ده مش عيب ومش غلط خالص. بس في الاخر النجم الموجود ده بيبقى فيه عمل مكتوب، والعمل المكتوب ده مناسب ليه ولا لا، وبيبقى بعد كده في مخرج للعمل ده موجود. يعني اقصد برضو ان النجم صحيح. مش هو اللي بيختار الممثلين، ومش هو اللي بيختار كل التفاصيل. الامور بتمشي برضو بالشكل اللي هو السليم في اطار صناعه عمل فني محتوى جيد او عمل فني. طيب باننا بنتكلم على نجوم بعينهم، خليني اسالك من وجهه نظرك، بانك عارف بقى الكواليس جوه وكل الجوسب معاك انت، وشايف كمان المسلسلات والحلقات، مين الفنانه اللي في وجهه نظرك تفوقت على نفسها؟ وبعد ما تجاوبني على ده، هل دنيا سمير غانم خلاص بقى عايزين نشوفها في فوازير ولا ايه؟
هو طبعا مسلسل تحت الوصايه لمنى زكي، انا بعتبره انه واحد من اهم المسلسلات اللي اتعملت في رمضان 2023. ومنى زكي تفوقت على نفسها فعلا في الدور الادواني، بغض النظر ان كمان المسلسل بيتناول قضيه مهمه جدا تتعلق بحق الولايه والوصايه على الابناء بعد وفاه الاب، لكن حتى في الاطار الدرامي احنا شفنا منى زكي وهي بتجسد مشاعر الامومه في مختلف الحالات ومختلف المواقف. حتى بتجسد مشاعر، فكر مشاعر خاصه بالست اللي بتحاول تواجه قسوه الظروف وقسوه المعيشه في انها تستعيد حق اولادها وانها تقدر تشتغل وتوفر لهم مصدر رزق وغيره. منى زكي طبعا بعتبرها يعني من اهم نجمات رمضان السنه دي. هلا صدقي في جعفر العمده مفاجاه كبيره جدا، دور عمرها اعتقد يعني. وايمان العاصي برضه في جعفر العمده مفاجاه كبيره جدا، من برضه الفنانات اللي قدموا اعمال هايله. مي عز الدين دورها في سوق الكانتو عملت دور متميز جدا. فلا الستات واخدين حقهم كويس قوي على شاشه دراما رمضان. لو هتكلم على دنيا سمير غانم، انا شايف ان دنيا بتمتلك بصراحة شعبية كبيرة جدا جدا عند الأسرة المصرية، وكمان أكتر من كده فكرة عندها شعبية عند أجيال اللي هي الأطفال والمراهقين. واللي بتقدمه بالذات في مسلسل جات سليمة هو تطور نوعي أو تطور شكل فكرة الفوازير أو فكرة ألف ليلة وليلة. إحنا ما بقيناش بنقدم فكرة الفزورة زي زمان أو ألف ليلة وليلة بشكلها المباشر، لكن إحنا جمعنا ما بين الاستعراض وما بين فكرة الـ السلسلة أو يعني الأحداث والحكاية اللي ماشية اللي بتشوفها في ألف ليلة وليلة. ففي ميكس كده ما بين الحالتين، عاملة هي عالم هيلة. عالم هيلة. وأنا بحيي المخرج إسلام خيري على التجربة اللي عملها دي بصراحة. يعني لأنه هي لو ماشية في الخط ده أو في المسار ده فهي بتحقق نجاح وبتلعب في منطقة مختلفة تماما عن الفنانات اللي موجودين على الساحة. صحيح. طيب في مسلسلات ال 15 حلقه، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي بتضاف وكانت رهان لصناع المحتوى تحديدا في رمضان 2023، فكره تقديم اكتر من مسلسل ما بين 15 حلقه او 9 حلقات حتى زي مسلسل حرب. شايف ازاي مسلسل حرب؟ لان في ايقاع سريع جدا، في تسلسل احداث بتحصل بشكل يعني متزامن ومنسق ومرتب كمان، وفي نفس الوقت ما بيفقدكش الشغف اللي انت عاوز تكمل، عاوز اروح اعرف ايه نهايه القصه. واول مره نشوف احمد السقا في دور مختلف، ما بيقدمش الضابط او وكيل النيابه. لا هي كانت مفاجاه ان احمد السقا يقدم دور ارهابي، يعني برضو اي نجم ممكن يبقى خايف ان هو يقدم الشخصيه دي بالشكل اللي ظهر بيه عشان يخاف على شعبيته. في ناس برضو بتبقى عندها حساباتها، لكن اعتقد انها جرأة كبيره منه ان هو يقدم الدور ده. لو هنتكلم على فكره ال 15 او التسع حلقات، فانا اعتقد انه تقديم مسلسل حرب في اطار 9 حلقات هو ذكاء، لانه غالبا انت الحدوته او الحكايه اللي بيدور حواليها المسلسل هي حكمتك انك تعمل العدد ده من الحلقات. ما صناع العمل ما اوحوش وقالوا لا هنخليه 15 او 30، لا هنمط في الاحداث. في وعي بفكره انه انا بتناول حدث معين او قصه معينه وبقدمها، فانا عندي رساله وطنيه اولا، وفي نفس الوقت عندي رساله فنيه. فالرساله الفنيه دي تحتمل ان انا اقدمها في 10 حلقات، تمام اقدمها في 10 حلقات او 9 حلقات. لو هي تحتمل ان انا اقدمها في عدد حلقات اكبر كانت اتقدمت في عدد حلقات اكبر، بداية ان احنا برضو مسلسل كتيبه 101 كان 20 حلقه. صحيح. فبالتالي هو يحتمل انه يتقدم في 20 حلقه مش 30. لو كان الحدوته نفسها تحتمل انها تتقدم في 30 حلقه كان ممكن يتعمل كده. فده بيديني انا مؤشر كمشاهد انه صناع العمل كانوا فاهمين مساحته دراميا تحتمل قد ايه. نروح لنقطة تانية اللي هي نقطة ال 15 حلقة، أنا شايف إنها تجربة مميزة جدا، وأتمنى إن حتى كمان السنين الجاية فكرة مسلسلات ال 15 تزيد، لأنها بتخلق حالة تنوع. صحيح. السنة دي حاسين إن إحنا شفنا مسلسلات كتير جدا، بس في نفس الوقت ما زهقناش، يعني أنت عندك فكرة ال 15 مسلسل كان 15 وجه في النص التاني مسلسل تاني، فخدت فرصة إنك تتفرج على فنانين أكتر وأعماله كمان. صحيح. الحواديت نفسها مشدودة بلغة الدراما، مفيش ملل. فهي تجربة مهمة جدا، واتمنى نشوف تجارب مختلفة في فكرة ال 15 او ال 10 حلقات. يعني ايه المانع مثلا ممكن نتفرج على مسلسل السنة الجاية
او ثلاث مسلسلات، كل مسلسل 9 حلقات او 10 حلقات، دي ممكن تبقى تجربه جديده تتقابل، واعتقد انها يعني في اعمال وموضوعات تحتمل الفكره دي. مسلسل سر البيت امبارح كانت الحلقه حزينه شويه، هل ممكن نلاقي نهايات مختلفه؟ مسلسل كمان اللي فيه احداث كثيره قوي يعني شيقه، مسلسل جميله. هو امبارح كان يعني يوم النهايات اللي فيها وفيات، يعني ده حوز بلال شباب مات في تحت الوصاية، عم انا ما شفتش جميلة الرئيس ربيع مات، وفي مسلسل سر البات احمد السعداني، فيعني كان في كميه وفيات امبارح كبيره في احداث الدراما. فانت توقعاتك لنهايات المسلسلات دي هل هتبقى مختلفه عن يمكن التوقعات اللي احنا شايفينها او متوقعينها؟ بيتهيألي ان اغلب الاعمال هتبقى نهايتها مختلفه عن توقعات الجمهور يعني دايما. وبعدين احنا وصلنا للحلقه 28 النهارده 29، يعني فالفكره انه اكيد النهايه هتبقى ايه، فيها تويست يعني، او حتى كمان الحبكه الدراميه اللي ماشيه ده معاد انها النهارده تبان، يعني الحلقه اللي قبل الاخيره. صعب قوي انه كاتب او مخرج يستنى لغايه المشهد الاخير في الحلقه الاخيره فهو يعمل في تويست. وفي حاجات ممكن يبقى نهايتها مفتوحه يعني كل حاجات صحيح. دي ورده يعني، في مخرجين بيحبوا يعملوا فكره النهايه المفتوحه عشان يحير المشاهد حتى لو مش هيعمل جزء تاني من المسلسل. يعني بالمناسبه في كذا عمل ناس قالت انه ده هيبقى في نهايه مفتوحه علشان الناس فكل شيء وارد يعني في نهايه المسلسل في جزء تاني يعني. بس يعني فكره الجزء التاني دي ما اتوقعش انها تبقى ورده يعني في اي عمل من الاعمال اللي شفناهم السنه دي، ده بالاحساس مش معلومه. خاصه يعني. ان يعني ما لرمضان ان ينتهي ولقينا في بعض البروموهات الترويجيه لرمضان طبعًا. 24 طبعا شايف برضو ده زي الخطوه دي من المتحده يعني. مسلسل حشاشين يعني بطوله النجم كريم عبد العزيز، ده يعني عمل من الاعمال الضخمه جدا والمهمه، والاعلان عنه من دلوقتي رمضان الجاي ده بيؤكد انه يعني في وعي وتحضير، في تحضير مبكر وفي نفس الوقت هو عمل ضخم جدا، فيعني الشغل عليه هيحتاج وقت طويل. فخطوه حلوه وشجعت الناس يعني، خلتنا نقول خلاص يعني رمضان الجاي هنشوف مسلسل لكريم عبد العزيز. خلاص بقت الخريطه معروفه من دلوقتي ان احنا يعني اذا صارت الامور بالشكل الطبيعي في مسلسل لكريم السنه الجايه. وهو ده اللي انا عاوز اقف عنده بقى مصطفى، فكره اللي انا كنت بقول لك عليه لما كنت بتكلم في فكره ان زمان كان هات النجم ونشوف المسلسل، النهارده احنا عاملين خريطه لمسلسلات رمضان 2024، يعني لسه بالزبط. السنه ما انتهتش ولسه عارفين السنه الجايه او السيزون الجاي ايه المتطلبات اللي موجوده عندنا في رمضان يعني. بالظبط، وده ليه علاقه ان التحضير مبكر جدا، يعني لما تشوف برومو العمل معناه ان العمل ده بدا تصويره يعني، وحصل فعلا اوريدي انه بدا تصوير العمل واتقطع فيه شوط مهم جدا يعني، فانت بتحضر وبتاخد وقتك يعني. انا اعتقد انا اعرف كويس انه المسلسل ده تحديدا مثلا بدا تصويره من فتره، لكن صناعه ما استعجلوش ان هو يتعرض او يتحصل ضغط بقى للتصوير ويتعرض في رمضان الحالي، لا كان في وعي بانه ده عمل ضخم محتاج وقت، محتاج فتره زمنيه، يدي كل حاجه حقها زي ما قلت بالظبط، فتاخد كل حاجه حقها. لو ما تعرضش في 23 فهو اكيد مكانه موجود في خريطه رمضان 2024. واعتقد انه فكره برضه في نقطة صعبة جدا، وأنا عارف إنه الحسابات والسوق بيحكمها إنه ضغطة التصوير علشان تلحق رمضان، فالوعي بإنه أنت بتحضر للموسم الجاي من قبلها بسنة ده كويس جدا، لأنه بيدي مساحة للناس. لو تلاحظ السنة دي مفيش فكرة الزنقة اللي كنا بنسمع عنها قبل كده بتاعت إنه كل الأعمال اللي بتتكتب على الهوا كان بيحصل في سنين فاتت يعني، أعمال بتتكتب على الهوا وناس بتفضل تصور لغاية يوم 29 رمضان والحلقة تتعرض زي ما بيقولوا. لا وكان في مط كمان مش طبيعي في كل المسلسلات، فاللي حصل إنه بدأ يلا نشوف نهاية بقى. بالظبط يعني، لا دي بقى كان وقتها في اعمال فعلا نهايتها بتتغير على الهوا، لانه النهايه ما كان في، انا افتكر في سنه من السنين في عمل يعني من 7-8 سنين كده في عمل يعني ما كان بيتكتب ومش عارفين نهايته ايه واحداثه ايه لسه يعني لسه مش عارفين هو يعني لا يمكن ده كمان كان فين. سبب مشاكل كتيره قوي بتحصل بين الفنانين وكده، لانه بعضهم كان بيبقى داخل على حاجه وبيكتشف حاجه تانية خالص. بالظبط فاللي حاصل السنه دي ان احنا ونقطه مهمه، احنا السنه دي ما شفناش فكره المشاكل اللي بتحصل، وده مش السنه دي بس بقاله اكتر من سنه ما شفناش فكره المشاكل اللي بتحصل بسبب التعديلات والتغييرات، لان هو اوريدي ما بقاش فيه فكره تعديلات وتغييرات في المشاهد وفي الاعمال على الهوا. تحس ان في حاله هدوء في الصناعه يعني،
كل مسلسل كده ماشي الدنيا تمام، الناس خلصت التصوير، الناس بتحتفل. صحيح. في حاله نظام كده، ودي ملحوظه ممكن اللي بيتابع الشغل او بحكم شغلك كصحفي فني مثلا بتتابع الحاجات دي، فبتبقى يعني حاسس لا ده والله. صحيح. الموضوع مترتب كويس. طب اخيرا الصحفي الفني انا عارف ان حياته عامله زي حياه الفنانين، مجرد انتهاء موسم رمضان بياخد اجازه بقى ويقضي اجازه عيد. هتعمل ايه في عيد؟ انت عارف انت عارف ما بياخدش اجازات يعني. افلام العيد لا يعني اكيد هنخش على افلام العيد ونخش بقى على اعمال ثانيه بعدها يعني، بناخد اجازات صغيره اكيد في العيد. هنتكلم معاك عن يمكن الافلام الموجوده، ويمكن شايفين كمان فيلم في يعني بوسترز بتاعته في كل حته وهو هايلي، واكيد في افلام تانية كتير هنشوفها في العيد. وده اللي بيميز العيد والسينما في مصر، انه دايما في اختلاف ودايما في جونرز كده مختلفه لكل المصريين ان هم يتفرجوا عليها. كل الشكر ليك يا مصطفى، كل سنه وانت طيب. مصطفى حمدي الناقد الفني، شكرا لوجودك معانا. شكرا لكم، كل سنه وانتم طيبين. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع، لكن فقرات صباح الخير يا مصر متواصله مع حضراتكم حتى العاشره صباحا، انتظرونا. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. النهاردة 29 رمضان، النهاردة دار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر شوال علشان نتأكد هل بكرة هيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين، ولا هيكون بعد بكرة. لكن سواء كان العيد بكرة أو بعد بكرة، خلونا نكلمكم النهاردة عن فضل ليلة العيد، فضل هذه الليلة المباركة اللي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه ويوم وتموت القلوب، يوم تموت القلوب تحديدا. خلونا يعني نعرف فضل هذه الليلة، ليلة العيد، ونعرف تفاصيل أكتر ونحكي أكتر فيها بسنت، وإيه اللي احنا ممكن نستعد بيه. حقيقة عندنا أسئلة كتيرة جدا، منها أنه إزاي نعلم لأولادنا فضل ليلة العيد، وإزاي نحيي هذه الليلة. يمكن دي من حاجات المهمة جدا، طبعا كلنا بنحاول على قد ما نقدر نحيي الليلة في الشهر الكريم في رمضان، لكن ماذا نفعل في العيد، وإزاي نعلم أولادنا الاحتفاء بهذه الأيام المباركة. معنا ضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد البكري القارئ بالإذاعة المصرية، اللي هيجاوب على كل هذه الأسئلة. كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. حضرتك طيبة وخير، ومصر كلها بخير يا رب. يعني من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نعم. إزاي نحيي هذه أو نحيي هذه الليلة المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية هذا الحديث رواه ابن ماجة في سنن الإمام ابن ماجة، رواه عن أبي أمامة. نص الحديث: من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. يعني ايه؟ معنى الحديث ان ليله العيدين سواء الفطر او سواء كان عيد الاضحى او عيد الفطر، هاتان الليلتان فيه كتير من الناس بيغفل عن الخير اللي فيهم، عن الطاعه اللي فيهم. انتهى مثلا رمضان، خلاص كده الكل بيبدا ايه؟ فيه اللي يغفل عن الطاعه، وفي اللي ممكن بعض الناس بتحييهم في يعني في امر غير سبق في المعاصي. يعني احيانا نعم. فالكيس والعاقل واللي سلك طريق النجاح الحقيقي اللي هو يقيم هاتان الليلتان في 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 ظل ان الكل يغفل هو يقيم. طب يقيمهم ازاي؟ طبعا في رمضان كنا بنصلي التراويح في المسجد والتهجد. صحيح. هل ليله العيد ينفع ان نعمل كده؟ لا، انما يستحب والافضل ولا يصح غير ذلك، يعني ما ينفعش غير كده يقيمها في بيته. انا مثلا حضرتك صلي ركعتين في البيت،
في بيت حضرتك، اهل بيتك ياتموا بيك، تبقى انت الامام وهم يصلوا وراك، او ممكن تذكر ربنا جل وعلا باي اسم من اسماء الله تعالى، تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، تستغفر ربنا جل وعلا، الذكر بشكل عام، يعني نوع في الطاعه، والامر يسير، مش الليل كله، مش الليله كلها، ساعه واحده بعض العلماء يعني قالوا ساعه واحده تكفي. اي ساعه بقى احب؟ اي يعني ما تيسر. هنفترض ان حضرتك ممكن تقدر تصلي ركعتين الساعه واحده مثلا بعد منتصف الليل، جميل، وقتك يسمح بكده؟ ده الوقت المتاح بالنسبه لحضرتك. انا وقتي ممكن بفضل التلت الاخير من الليل مثلا قبل الفجر مثلا بساعه ساعتين، اصلي ركعتين، اقعد اقرا قران، استغفر ربنا، اصلي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايا كانت العباده نحيي بيها الليل. ما تيسر كمان. حتى ان بعض حتى الحنفيه ذهبوا للراي هنا، قالوا ايه؟ قالوا ان قيامها هيكون ازاي؟ من باب التيسير كمان، على ان يعني الامر بسيط جدا. الدين يسر. قالوا ان تصلي العشاء في جماعه، يصلي العشاء في جماعه، وينوي يعزم النيه على انه يصلي الفجر في جماعه. طيب صلى العشاء في جماعه ثم ما صلاش العشاء، ثم صلاش الفجر، ثم نام، يعني هو صلى العشاء في جماعه حاضره اتحسبت له، انما اللي عمله بالنيه ونام، يقوم الفجر يصلي الفجر في جماعه كده ايه؟ احيا الليل. طيب اذا ما قامش يعني ما صلاش في جماعه، ما ادركش الفجر في جماعه، خلاص ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اسمه الكريم. صحيح. وربك يعني رب قلوب. مولانا عايزين يعني نسمع من حضرتك ابتهال بمناسبه دخول ليله العيد، ونحيي بيها فرحه العيد، او ممكن حاجه رمضان برضو بما اننا بنودع الشهر الكريم. ان شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا رمضان الله يا رمضان فيك تنزلت آيات ربي بالهدى القدر المبارك ذكرها والنور يملأ أرضنا وسمانا في ليلة القدر المبارك ذكرها والنور يملأ أرضنا وسمانا أزكى السلام من السلام أمانا إنا قد اخترناك إنا قد اخترناك
قد اخترناك فقرأ بسم الذي خلق الوجود فكان. الله الله عليك. طيب عاوزين نعرف من حضرتك بقى، بما اننا بنتحدث عن ليلة ربما تكون هي الليلة الأخيرة في هذا الشهر الكريم، بنتكلم كمان على زكاة عيد الفطر. نعم. أهمية هذه الزكاة وكيف تخرج هذه الزكاة وإزاي أقدر أن أنا أحسبها أصلا. و مش لازم الميكروفون. ماشي اتفضل. زكاة الفطر موعدها يعني إلى ما قبل صلاة العيد. حد قبل صلاة العيد متاح ان انت ده الوقت بتاعك. اذا خرجت بعد صلاة العيد بقت كده مش زكاة فطر، بقت صدقة. ده اولا. ثانيا طبقا لما يعني قررته دار الافتاء ان زكاة الفطر على الفرد لا تقل تقريبا عن 30 جنيه للفرد. طيب في بعض الناس اللي هم ايه يعني، احنا قلنا الدين يسر وسيدنا النبي اللي علمنا كده وقال لنا كده، في بعض الناس بتتشبث وتقول لا ان زكاة الفطر حبوب وليست نقود. صحيح. لا يعني ما ذهب المذهب اللي ذهب الى انها تجوز نقودا ده مذهب الامام ابو حنيفه النعمان، وده بس هو الاصل اللي هي حبوب. نعم. نعم نعم. ولكن الإمام أبو حنيفة النعمان لم يفتري وما تكلمش بهواه، ده هو تكلم إيه؟ باب الاجتهاد مفتوح طالما لم يضر بالشريعة الإسلامية. فباب الاجتهاد هو اجتهد في إن الفقير أو المسكين أو أي نوع هتخرج له زكاة الفطر، لأن الزكاة معروفة بتخرج الثمانية أنواع اللي هم المعروفين، إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الآية. قال إن الفقير هنا أو اللي هياخد الزكاة دي ممكن محتاج إنه بعض النقود يشتري حاجة لأولاده، لبس، يشتري طعام. طيب أنا لما الكل يخرج حبوب مثلا هو هيضطر إن هو إيه يبيع الحبوب عشان ممكن يبيعها بثمن بخس. الله يرضى عليك. ثمن بخس ممكن بنص ثمنها. حاجة تانية ممكن ان هو مش يعني مش يبيعها بثمن بخس بس، الحاجه بتاعت البيت او اولاده او اسرته بيبقى مثلا نبدر بميعاد اخراج الزكاه مثلا، يعني اللي ما خرجش يعني الوقت معاه لحد مثلا العصر المغرب. يعني اذا من المستحب زي ما حضرتك يعني قلت ان هي تخرج في صوره نقود مش مولانا يعني انا جاي النهارده اسمع، فانا حابه اسمع من حضرتك ما تيسر من القران الكريم. يزيدنا شرف. المايك بقى بعد اذنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
يعبرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء حق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إيه العظمة دي يا دكتور أحمد؟ العظمة اللي يفتح لا والله يحيي بجد يعني الله يفتح عليك. ربنا يحفظك. يعني دكتور أحمد البكري القارئ بالإذاعة المصرية نورتنا وشرفتنا وكل سنة وحضرتك طيب عيد سعيد عليك يا رب وعلى أسرتك الكريمة. كل سنة وحضراتكم طيبين وزادنا شرف بتواجدنا معكم في البرنامج الطيب المحترم. الشرف لينا. شكرا لحضرتك وما أجمل أن نختم حلقتنا النهاردة بآيات بينات من القرآن الكريم. نشكرك يا مولانا. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. نشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح عليكم. صباح الخير يا مصر.